ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله بالصلاه على النبي كده انا جايه انتقم من ايه اللي عملته فيا في الفيديو الاخير. ها فاكرين اللي ما اتفرجش على الفيديو يروح يشوف المسابقه او التحدي اللي عملته انا وهي وزي غشت. ها غشتش، روحوا اتفرجوا وانتوا تحكموا بنفسكم. ده شلل تمام، يبقى لازم نقضي عليه. فانا هنتقم منها النهارده ان شاء الله، وهحط لها ميك اب وانا مغمضه عينيا. ان شاء الله هتشلفط. يلا بينا نبتدي. انت شايفه؟ لا مش شايفه. متاكده؟ مش شايفه والله. خلاص كام ده؟ ايه الهبل ده؟ يلا بينا. وبعدين بس الشرب ده فيه شراشيب كده نازله على مخي، مضايقاني قوي. ضيفت اللي يا حبيبتي شراشيب ايه؟ طيب يلا يلا، عشان انا متحمسه جدا ان اشلفط لك وشك. يلا يا قلبي. اول حاجه الفاونديشن طبعا. برافو عليكي. برافو عليا ايه؟ ما هي دي حاجتي اللي انا عارفاها. خلقتك دي انا مش عارفة اعمل حاجة اقسم بالله. فين دقنك؟ طيب بس ايه وريني كده. ايوه انتي امسكيلي الازازة ماشي، وريني كده. حوالي يا ماما. طب امسكي بس حطي. انا هاخد نفس البيوتي بلندر اللي كنت لسه مستخدماها اصلا. طب ما تاخدي بتاعتي، بتاعت وش. ماشي هاتي بتاعت وش. ناشفه قوي اصلا. ايه الناشفه؟ البيوتي بلندر بتاعتك جامده يعني على الوش كده. برافو عليك. بجد؟ بجد ولا بتتريقي؟ لا بكلم بجد. برو ربنا يستر بس على الباقي. هي بس عشان حافظه وشي يا جماعه. طب بس ايه بقى ناوليني بقى كونسيلر بقى عشان انا ايه؟ لا يعني امال فين التحدي؟ ايه ده التحدي؟ ان انا احط في وشك مش ان انا اعرف اماكن الحاجه. ايه الهبل ده؟ هو ده صح؟ ده بقى خلي بالك عشان ممكن احطه في عينيكي مثلا. امسك كده بيجي بلندر. باي كده. بتعملي ايه؟ انت تحت ليه يا ماما؟ ايه بتعملي ده؟ تعملونا؟ امسكي فين البيتي بلندر لو سمحتي؟ اتفضلي. بتحط على مناخيري ايه؟ بس يا ايه فين اللوز باودر لو سمحتي؟ فين؟ دي هتلغوظي التانية. هتحمينا بيها دي في البيت. هاتي بس فرشة او سفنجة اي حاجة. يعني انت بتحطي بالسفنجة؟ السفنجة المبططة. فيني بقى ايه ايه؟ استني بس ان شاء الله تبقي زي القمر. خلاص يا البنت انت بالك علينا احنا بنضحك، خليهم يشوفوا الفيديو. ببدرك اهو
بدر يا قلبي. يلا خلاص كفايه يا بودره كفايه. قعدتي بقى البلاشر ولا هيفي هاتي هاتي اصلا هترسم لك حاجه في الاول. هدي ارسمي لي حواجبي. يلا ارسمي. في عندي قلم معايا القلم بتاع ايسنس وممكن مش هاتي لو انت بتحبي الماسكارا بتاعتك هاتي الماسكارا بتاعتك اللي انت عايزاه. بقول لك ايه خدي حاجتي بيجي خدي من الماسكارا. وريني مش بعمل على شعري؟ ايوه شعري اي وريني تعملي ده مش فين شعري؟ امسكي هاتي بقى محطلك بلاشر. فين البلت اللي هي بتاعت ايسنس الطويله بتاعتي؟ ايه هاتي. عايزه ايه؟ هاتي بلت البلاشر يا بنتي. انت ما بتفهميش في الميك اب خالص خالص. دي بتاعت برونزر دي ما هي فيها كل حاجه. هاتي بقى فرشه بلاشر. اتفضل كملي تحط البلاشر هنا. فين انت خدك التاني؟ طب انت زي تحت دي تاني محط البرونزر كده تحطي ده تاني تحطي صدقني ايه بس استني خدي بقى هحط لك هايلايتر. انا حافظه البالت اصلا. برافو عليك. ايوه هتحطه في الطرح. لا لا ده سهل ده عشان مكانه معروف. هاتي بقى احط لك اي لاينر. اي لاينر اه يا نهار اسود. طب استني ما احط لك اي شادو. هاتي شادو. فين الاي شادو؟ اتفضل. احط لك بفرشة ولا بصبعي؟ انت عايزاه والله. اللي انت عايزاه والله. والله كله هيتلغوص. طب اديني فرشة. في فرشة ذهبي كده منفوشة صغننة. هاتيها. ذهبي؟ فرشة ذهبي ايه يعني هو في غيرها ذهبي؟ يعني انت ايوه يعني انا ايه؟ دي ذهبي؟ ذهبي يا ستي مش فرشتها سودة؟ اه طيب احط لك احط بقى اي حاجة عشان طبعا مش شايفة الالوان. حطي اه حطي موف. البلد دي ما فيهاش موف اصلا. انت شايفة؟ ايوه انا عارفة البلد اللي انا جايباها معايا. ابداع ابدعي. وريني بس وريني يا ماما. حطيت لك لون ايه؟ حلوقي بجد. لا بجد حطيت لك لون ايه؟ الدمج كويس يا بنات تحفه. هما اللي هيقولوا وريني. ايوه خش على الشعر. انت حبيبي حبيبي بتعملي ايه؟ لا
والدمج حلو يا بنات. ايه رايك؟ حلو. طب والله نسيتي اي لاينر، انا مش عارفه هات اي لاينر، انا اخلص على طول الاي لاينر عشان تكمل. اتفضل حاسبه استعمل ده القلم ده مش بتاع، بس ماشي بتاع. بغمض عيني عشان ايه؟ عشان انا بخاف عليها. خط بلا نهاية. انا رايحة فين بقى؟ انا مش فاهمة انت بتعملي ايه؟ ايه ده؟ انا قريش انا بقول بلاش اي حاجة. طب ازاي ايه لما احط العين التانية؟ لا مش هينفع. خلينا احط العين التانية بقى. ماليش دعوة. طب الروج، الروج. طب والله في عندي روج اتبعت لي جديد حلو قوي. اه هتلخبط بيه. ايه اول مره؟ ايوه هو ده. اه هو ده. بصوا الروج ده كيوت ازاي يا بنات، كيوت جدا، بس هو مش ثابت، بس هو حلو قوي الحمد لله. ايه مش بشوف فين هي دي. بصي بقى انا ما صدقت لقيتها. لقيتها ايه يا ماما؟ انت بتعملي دعداء. ايه دي؟ اصبري بقى يا ايه. ايه دي شبابي بالنسبه لي؟ يا بنتي اصبري اصبري، ما تتكلميش هتبوظي الرسمه. ايه اصبري ايه بس اصبري ايه اصبري بس اصبري الرسمة عبوس والله. جوكر. انا اصلا ما حطيتلكيش ماسكارا كمان. ايوه حطي الروش في دقني. اعمل لك طبعا حسن. انت بتعملي ايه؟ هاتي بس هاتي كفايه روش كفايه. طب احنا كده خلصنا؟ اه طيب بقى ارميني بقى. عيني وجعتني قوي. استنى انا سيب بتاع سايح ده ولا ايه؟ يلا يا ايه. يا غمضي خريطه. يا نهار اسود ابداع. ايه كنت خليتيها وحطيت لك الناحيه الثانيه؟ ايه رايك في الروج؟ رهيب رهيب. هتقول لك بتبوظي الرسم. بس الفاونديشن بص بصي بصوا توزيعات ال بس يا ماما. ايه رايكم؟ بيكسب والله العظيم. قمر قمر شايفين رسمه الحواجب؟ بص ده على فكره نوع جديد من طب مش ده طلع موضه الاي لاينر اللي بيترسم كده بعد كده ياخد خط كده؟ ده طالع موضه اصلا. بص بقى رسمه الروج ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي. يا رب تكونوا اتبسطتوا بالفيديو معانا يا بنات، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. باي باي.